دخل إغلاق الحكومة بالولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ إزاء إخفاق الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس حل خلافاتهم بشأن قانون الرعاية الصحية المقدم من الرئيس باراك أوباما. ويعتبر إصابة الحكومة الفيدرالية بالشلل مكلفا، فقد بلغت تكلفة إغلاق مماثلة جرت أواخر عام 1995 ومطلع عام 1996 نحو 1.4 مليار دولار. وسيتأثر أكثر من 880 ألف من موظفي الحكومة الفيدرالية بالقرار لإجبارهم بإجازات قصرية دون رواتب، في وقت لن تتأثر فيه مستحقات أعضاء الكونغرس البالغ عددهم 533 عضوا. هذا وأصبح في حكم المؤكد إغلاق الحكومة مع إقرار مجلس النواب فجر الثلاثاء صعوبة تجاوز رفض مجلس الشيوخ لمشروع القانون المالي الجديد. واعترض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين ب 54 صوتا مقابل 46 على النص الذي من شأنه أن يؤجل البدء بتطبيق القانون الصحي للرئيس باراك أوباما. ويعتبر هذا الإغلاق الثاني من نوعه منذ 17 عاما من معركة موازنة أخرى جرت وقائعها بين الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون والكونغرس الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون، واستمر النزاع بين الجانبين 21 يوما. وأظهرت استطلاعات الرأي استياء الأمريكيين من الكونغرس وتراجع في شعبيته وانتقاد لأعضائه.